هشام، كنا تكلمنا مقبل حول الموضوع، فما رأيك في الجدل؟ وهل تعتقد بأنه الحرم الجامعي يجب أن يكون مكانا للحرية الشخصية المطلقة، أم هناك حدود يجب وضعها في قضية لباس؟ ولا نعتقد أن هذا النقاش هو نقاش ليس نقاشا صحيحا، سينفوضبا. أولا، الجامعة، النقاش المفروض يصدر من الجامعة أو عن الجامعة وفي الجامعة هو النقاش العلمي، النقاش الفكري، النقاش المنتج للأفكار اللي يتم إسقاطها على المجتمع باش نلقاو الحلول نتاعو، والمجتمع بصفة عامة وإلا مختلف المؤسسات. لكن أما أن تنحدر النقاش عن الجامعة أنه فلانة دارت النقاب وترددها من بعد هذا لستي جميلة حتى تخفي وجهك، أولا لابد من احترام الحريات. أنت تعرف إن كان أختلف في هذا، ولكن الكثير من النسوة يعتقدن أن هذا داخل في قناعتهم. كما ما تقدرش الأستاذة تطرد وحدة مثلا تكون هي عندها قناعة، هي تكون منقبة وعندها تلميذة عندها أو طالبة عندها اللي هي ما تعملش الحجاب، تروح تطردها، هذا ما عندهاش الحق. النقاشات اللي المفروض تكون داخل الجامعة تكون نقاشات علمية. الآن للأسف، نقول للأسف، خلقنا جدل والناس تعلق في موضوع، والله العظيم يعني مش نقول لك في هذا السياق اللي احنا قاعدين نعيشوه وقاعدين نناقشوه، وين مضطرين احنا أيضا في بلاتو تلفزيوني نناقشوه، والله أعتقد هذا انحدار. أما مسألة الحريات، الآن مسألة الحريات، الآن القانون وش يقول؟ هذا هو المعيار. هذا هو المعيار. هل هناك مادة قانونية تقول لك بأنه لا يجب أن تكون طالبة منقبة في الجامعة؟ لا، صح. ماك الآن إذا كانت في هناك مخاوف، معناتها يدخل الجانب الأمني، هذا عنده إجراءاته ويكون استثناء. نعم. الآن هل من حق الأستاذة أنها تتدخل في القناعات؟ أعتقد كانت هنا فرصة أنها تناقشها، أنها تأخذ وتدي معاها.